سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول قبل كل شيء أشكر الله سبحانه وتعالى أن الله وفقنا وهجينا والحمد لله. الآن قبلنا مكة المكرمة وفي حجاج كمان راقدين في منى بيجوا باكر إن شاء الله. وثم بشكر الأخوان السافين، يعني من البداية وصولنا الحجاج في المدينة المنورة إلى يومنا ده، يعني هم واقفين مع الحجاج في الكبير والصغير وفي كل شيء، هيوصلوا الرسالة صورة وصوت للتشادين صفة عامة أينما وجدوا وأينما كانوا. واليوم حقيقة يعني نتمنى أخواني حجاج التشادين إنه الأداهي الدباهية يعني سمينا أنه حاجات كثيرة. فاليوم الحمد لله اللجنة مكون من أعداء البيسة والفخرة العلماء والصحفيين ومسائل في بيسا، يعني الحمد لله قدرنا جينا وقفنا، وحاليا حوالي 300 راس ده خلاص دبينا من ضمن 1130 راس، والباقي كمان ان شاء الله هيتكمل عن باكر باذن الله عز وجل. والحمد لله اللجنه قدر يعني مشى اشترى البهايم و أجر سيارات الكبار الثلاجات ونسك مع المطبخ، وإن شاء الله الجزء الأكبر يكون نصيب الحجاج وجزء بسيط منه إن شاء الله يكون لفقراء مكة بإذن الله عز وجل. ونحن الحمد لله مع كل الشغلة والمشاكل اللي عندنا قلنا لازم نجي شخصيا، يعني اللجنة تقيف وتشوف كيف يعني الرسالة ده وصلوا للحجاج. وبإذن الله إن شاء الله دائما وأبدا الحج الشادي حقه يكون محفوظ. وفي ناس يعني الله يهديهم، يعني ناس ما أنهم إنه يكتب رسي وما ينفذوا الموضوع ده، عشان كده أننا نوصف للحجاج كون اللي كفوا جابوه في مكانه. الأخوان اللجنة اللي كونهم وقطوا الرسي اليوم جو معنا وخدرنا سوا وبناء البهايم، وهو البهائم قدامنا ان شاء الله باذن الله عز وجل. ونتمنى لكل الحجاج التشادين الصحه والسلامه وان يرجعوا بلادنا سالمين غانمين. ومره ثانيه نشكر اخواني السافين ونشكر الحكومه التشاديه على راسه الرئيس الجمهوريه الجنرال محمد ادريس ديبي، ثم نشكر الاداره هنا الحج المستشار عمر ادوم عبد الله الرئيس، ونائب الرئيس البيسا
شيخ علي محمود فضل وكل اعضاء البيسا وكل الاعضاء البيسا اللي مهلين اللي ريكريتين في المملكه العربيه السعوديه داخل. وشكرا لكم مره ثانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونو دي كوميتي دي بلناش ايه ونو دي تو لي جان كي اون بارتيسيبي dans la mission de Hajj 2023. Nous remercions d'abord mes frères les journalistes parce qu'ils sont tout près de leurs frères pèlerins tchadiens, que ce soit à Médine, à Makka, à Mina, à Arafat, et encore aujourd'hui nous sommes à Makka. Concernant les Adahi, nous sommes venus aujourd'hui, nous avons une commission constituée de agents de comité, des journalistes, des éléments et nous également les coordinateurs de Makka. Nous sommes venus ici en personne et on a égorgé presque 300 moutons sur 1130 moutons. Tous ces moutons là c'est pour les pèlerins et leur viande là aussi c'est pour les pèlerins. On va faire tous pour que il n'y aura pas de fuite parce qu'on attend beaucoup. Il y a des gens qui vont prendre l'argent des pèlerins et ils ne vont pas égorger les moutons. C'est pourquoi on a constitué une comité et le comité est venu sur place. Devant le comité, on a pu égorger 300 moutons et le reste, inchallah, ça sera demain. Et nous remercions une fois de plus les journalistes et nous remercions les plus hautes autorités du pays, en leur tête le président de la République, chef de l'État, qui suit de près les pèlerins tchadiens. Et nous remercions également le comité du Hajj, en leur tête le président du comité du pèlerinage, conseiller Omar Adoum Abdoulaye, et le vice-président Ali Mahmoud Fadl, et tous les comités qui ont participé dans cette Hajj du 2023. Et nous remercions une fois de plus mes frères les journalistes pour leur présence avec les pèlerins dans tous les coins. Je vous remercie. Rahim alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ayyuhal ikhwatu al-hujjaj, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. قبل أن أبدأ أتقدم بأسماء آيات الشكر والتقدير للإخوة الذين كانوا مسؤولين في هذا العام من هذا الحج، على رأسهم الأخ دمى عمر وأخينا الفاضل الشيخ علي محمود فضل على توفيقهم في هذا العام لهذا العمل المبارك. والحجاج بفضل الله سبحانه وتعالى قاموا بكل مناسك الحج ونحن كدعاة معهم بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم نحن الآن جئنا هنا في المسلخة، والبعثة كلفت ناس مسؤولين من قضايا الحدي وقاموا ببيع الهدايا الغنم، ونحن الآن في المسلخة يعني أنجبنا 300 راس الآن ذبحنا، ويهيأ ويجزأ ويدخل إن شاء الله في الثلاجة ليوزع للحجاج وللفقراء والمساكين، وبعد إن شاء الله في اليوم الثاني والثالث أيضا ندبه بهذه الصورة إن شاء الله. فالهدي بيخص الشخص المتمتع، المفرد ما عنده هدي، المفرد ده ما مطالب بهدي. أما الشخص المتمتع إذا كان يعني تمتع بالعمرة وبعد نوى الحج، هذا الإنسان مطالب بالهدي. وكل بفضل الله تعالى، كل إنسان متمتع جاب قروشة أداه 450، ونحن بفضل الله تعالى قمنا ببيع هذه الأغنام والآن نفذناها تلقائيا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وأسأل الله تعالى أن يتقبل هذه الصدقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.